بتحب مراتك؟ اه خنتها قبل كده؟ لما بيبقى في خلاف بينك وبينها بتهرب ولا بتواجه؟ على حسب المشكلة. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اكتر حاجة بتضايقك من مراتك ان هي دايما سباك لوحدك ولا مهتمة بيك؟ لا مهتمة بيه. وهنبدأ فقرة الأسئلة السريعة. هسألكوا كام سؤال واللي هيرد فيكوا أسرع هو اللي هياخد البوينت. تمام، دي الجولة الأولى بتاعتنا. هنطلع بس فاصل مشاهدينا ونرجع لكم بفقرة الأسئلة، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة الأسئلة السريعة. هسألكم كام سؤال زي ما قلت لكم، واللي هيجاوب أسرع هو اللي هياخد البوينت. أول سؤال معانا، النملة ليها كام رجل؟ ستة. بوينت. الأخطبوط ليه كام قلب؟ قلب واحد. ثلاثة. بوينت. أذكى حيوان في العالم؟ الدولفين. بوينت. بيبي. أسرع حيوان في العالم؟ الأسد. الفهد. بوينت. المدينة اللي اشتهرت بالسوشي أو أول من جابانيز. بوينت. تمام كده، بالنسبة لنا فريق روز هو اللي كسب في الجولة الأولى. إيه بسبوسة؟ بس إن شاء الله لسه في جولات تانية معانا، ما تقلقوش. ده مش عشان كسبتي الفقرة دي فده يعني مش الموضوع فور جرانتد، لأن لسه عندنا حاجات تانية. أوكي. هنطلع فاصل سيادة المشاهدين ونرجع لفقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا. طبعا. الفقرة اللي أنا شخصيا بحبها جدا ومستنياها علشان نعرف مين بيكذب ومين لأ. لا طبعا شرف مش بيكذب خالص. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وفقره الرجاله ما بيعرفوش يكذبوا. هنعرف اذا كان الرجاله اللي معانا النهارده في الاستوديو بيعرفوا يكذبوا ولا لا. هنبدا بمحمد، هيروح لدكتور مؤمن بشار على جهاز كشف الكذب، وبعديها أستاذ شريف هو شرف. كمان هيقوم بالاختبار. اتفضل يا أستاذ محمد. ده جهاز كشف الكذب، بنسأل الضيف كام سؤال، لو جاوب صح بينور أخضر، لو جاوب غلط بينور أحمر. تمام. بتحب مراتك؟ اه. خنتها قبل كده؟ لما بيبقى في خلاف بينك وبينها بتهرب ولا بتواجه؟ على حسب المشكله. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اكتر حاجه بتضايقك من مراتك ان هي دايما سباك لوحدك ولا مهتمه بيك؟ لا مهتمه بيا. انا خلصت، تقدر ترجع مكانك. شكرا. بتحب مراتك؟ جدا. القرارات اللي بتاخدها دايما مراتك صح ولا غلط؟ طبعا صح. اكتر مشكله بتحصل بتواجهها ولا اكيد طبعا بتتجاهلها؟ لا طبعا. مراتك خانتك قبل كده؟ لا. محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول. انت خنت مراتك قبل كده؟ لا طبعا ما اقدرش. ممكن تخونها؟ لا. متجوز عليها؟ لا طبعا. شكرا، أنا خلصت. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وللأسف إن يعني النتيجة كانت متعادلة تقريبا، لأنه حصل كذب في فريق روز وكذب في فريق بسمة، فكده المسابقة بتزيد سخونة. هنروح بقى للفقرة اللي بعديها، انا مش عارفة انتوا هتكونوا مستعدين ليها ولا لا، بس الجايزة بتاعت الفقرة دي 300,000 جنيه. بتخاف من ايه يا محمد؟ بخافش من حاجة. ولا اي حاجة في الدنيا بتخوفك؟ ولا اي حاجة. ولا بتخاف من مراتك؟ ولا اي حاجة. فيش راجل ما بيخافش من مراته. انا ما بخافش من مراته. انت ما بتخافش. طب احنا محتاجين تليفونك. ليه؟
انت ليه ما سالتيش شرف بيخاف من ايه؟ هنبدا الاول بمحمد. يبقى عندك استعداد ان احنا ندخل على تليفونك بشكل عشوائي نشوف لو في صور، في ممكن ندخل على المسجز بتاعتك نشوف؟ ما عنديش مشكله. ما عندكش مشكله ان ده يتعرض لان مراتك عارفه عنك كل حاجه؟ ما عنديش مشكله. تمام. طيب يا جماعه استاذنكم بس حد من الكرو يشوف موبايل محمد. مش قادره استنى. انتوا هتاخدوا طيب الموبايل. انت الموبايل بتاعك اوريدي الموبايل بتاعك مفتوح مش بباسورد صح؟ لا باسورد. طيب لو ممكن بس حد يجيب لنا الموبايل. عارفه الباسورد بتاعت محمد؟ لا انا عارفه الباسورد بتاعت شارف. طيب استاذنك بس تفتح الموبايل. تمام. ايه بسبوسه ده؟ بسبوسه وانا اقول بسبوسه يلا حريته واثقه فيه. حد دلوقتي من التكنيكال تيم تمام بتاعنا هيدخل على الجاليري عندك او على الماسنجر او الواتساب او كده ونشوف بسمه يعني هتبقى عارفه صحابك انت مثلا كنت قايل لها الاسبوع اللي فات انت فين هنجيب صوره من الاسبوع اللي فات فيبقى انت كده هي عارفه عنك كل حاجه. هنلعب كده شويه العاب مع بعض تمام. مستعد؟ خد نفس بقى. تخيل لو طلع في حاجه والله العظيم يبقى شكلها وحش قوي. طب جربتي مره يا بسمه تساليه على الموبايل على الباسورد مثلا ورفض ولا انت ما حاولتيش تسالي اصلا؟ دي خصوصيات بس لوحده. طب هو بيسيب لك يعني انت بتسيبي له موبايلك؟ لو عايزه عادي بالدور بس هو برضه يعني بيسيب لي حريه اللي. يعني انت برضه موبايلك باسورد وهو مش معاه الباسورد؟ كل حد فيكوا ليه خصوصيه؟ مش بنفتش في حاجه التاني. اوكي فيري جود. دي حاجة مبشرة جدا. انت معاكي الباسورد بتاعك؟ شور. اوكي. طيب يلا يا جماعة ردوا لنا بقى ادخلوا على الجاليري كده عند محمد. نشوف كده أول صورة. تظهر على الشاشة. مين ده يا بسمة؟ صاحبه. صاحبه، أنت عارفاه؟ اسمه إيه صاحبه؟ محمد. اسمه محمد؟ صاحبه؟ اوكي تمام. اللي بعده ده محمد طبعا. ده محمد طبعا. ده كانت امتى الصوره دي؟ ده كان فرح واحد صاحبه. اوكي. وانت معاه في الفرح ده؟ لا ما بياخدكيش معاه في المناسبات. ساعات ما بروحش عشان مدارس ولادي وكده وصحيان بدري. بس يعني بس في مناسبات كتير بيبقى في رجاله ما بتحبش تاخد مراتها معاها. لا لا هو عادي بيقول لي تعالي. تحب تروح لوحدك الافراح؟ ها ده انت نمس. تمام. مين دي؟ مين دي؟ اخته؟ لا مين دي؟ دي ما اعرفش حاجه. مين؟ ايه مين؟ ما هو ممثل يا جماعه ممكن تكون. لا دي مش ممثله. ما انا عارفه كل الممثلين. مين دي؟ لا مين؟ اللي ما اعرفش. انت اللي متصور معاها. ما اعرفش مين. يعني ايه ما تعرفش مين؟ مش ممثله. مش انت اللي سايبه له خصوصيته يا بسبوسه؟ ينفع كده برضو يا محمد؟ في صور تاني يا استاذه؟ كده بسبوسه الناموسه تزعل. طب ممكن يبقى كان بيصور بقى طالما هو ممثل ممكن. لا بس دي مش فنانه يعني انا عارفه. مين دي؟ طيب لو لبس بيت. في صور تانيه. طيب يا جماعه لابسه لبس بيت وهو لابس لبس بيت. في صور تانيه؟ دي بيجامه النوم بتاعتك. هو عنده بيجامه زي دي؟ مين دي؟ ما ترد. ما مين. يعني ايه ما تعرفش؟ انت اللي متصور معاها. هما بيقولوا لي في الكنترول روم ان الصور دي من على الواتساب. افتحوا رقمها بسرعه في الجاليري. كلميها والله. قومي كلميها. سيبي اعملوا فصل وقومي كلميها. وفي مسجز كتير رايحه جايه بينهم. ف انا اسفه جدا. انت تفضلي ثابته كده؟ ما تقومي تتصرفي. او ماي جاد بجد مش مصدقه. انا مين؟ انت شايفه نفسك ليه؟ في ايه؟ مش فاهمه. شايفه نفسي على الاقل مش بتخان زيك. لا يا حبيبتي ما ممكن يكون بيخونك. يا جماعه صوابعك زي بعضيها. لو سمحت اذنك. طيب يا جماعه بس بليز الموضوع كده دخل في اتجاه انا شخصيا مش حباه. بس للاسف مضطرين نكمل. في محادثه تحبي تسمعيها؟ بجد صعبه جدا. في فويس مسجز. طب سمعونا يا جماعه. مراته عايز تسمع. ايه ده؟ فين كل الناس زي بعض؟ بيساووا روسهم بروسنا. محمد بقالك شهر ما شفتكش.
يعني ينفع كده؟ اتفضلي. انا ممكن اتكلم سنتين؟ اوكي بيبي بيبي انا اسفه جدا. انا بجد احنا برنامج اجتماعي وبرنامج بمسابقات، معرفش احنا فجاه اتخينا في اتجاه تاني. انا لازم يا جماعه فاصل وهنرجع لكم تاني، خليكم معانا. استنوني انا بقى عايزه اخلص وامشي، فانتوا لو هتحلوا مشاكلكم دي حلوها بعيد عني. مش ممكن يا بيبي؟ تعالي بقى تعالي. و انا بعتذرلك بشكل شخصي و انا مش عارفه انت ما ايه. ما فيش ايه. انت متجوزه بقالك سنتين، ايه اللي ما عملتش حاجه؟ ما عملتش حاجه حرام. جواز يعني ايه؟ ما مش حاجه يعني حرام. ايه جواز؟ جواز. طب على فكره الراجل يعني حتى لو هيتجوز على مراته المفروض ان هو يسالها الاول. انا ما رضيتش اقول لها عشان ما تبداش. طب ودت لنا موبايلك ليه؟ ده كل ده عشان فلوس؟ لا جواز كده كده كانت هتعرف. طيب يا جماعه انا بس احنا قدامنا دقيقتين عقبال ما نرجع هوا. انا بس يعني ممكن اسيبكم مع بعض شويه. انا بعتذر يا بسمه. انا فين يا جماعه الاعداد؟ مين يا جماعه مسؤول على القرف اللي طلع ده؟ انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ جواز مش عارف ايه. جواز اتجوزت دي نهايه صفاتي فيك؟ عامه ده جواز لنا مكان نتكلم فيه. مش حاجه حرام عملتها. عامه هرفع عليك قضيه وهبهدلك. مثلا هو جواز الاول وفي الاخير جواز. صعبة قوي. تخيل دي هتعمل لازم تتطلق. اتطلقتي ولا لسه؟ عبالك ما تكتشفي خيانته ان شاء الله. ايه؟ عبال ما تكتشفي خيانته ان شاء الله. انت عيانه ولا ايه؟ عادي 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 عادي. انت وشك احمر جدا. مين دي اللي بتتخان؟ انت اكيد طبعا. جماعه ورجعنا لكم بعد الفاصل وانا والمدام. وانا بعتذر جدا لبسمه وللساده المشاهدين. انتوا يعني المشاهدين اللي متابعينا من زمان عمر ما ده حصل عندي في البرنامج، بس للاسف يعني هي حاجه طارئه وحاجه شخصيه وخاصه جدا. ف انا بعتذر لك جدا. احنا لازم نمشي يا جماعه بجد. انا لازم انهي الحلقه من غير جوائز ولا حاجه. متشكره جدا لحضرك وسوري معلش انا بس مش عارفه استجمع. مشاهدينا بعتذر لكم مره اخيره وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم انا والمدام مع هبه عبد الجواد. شكرا. بقول لك ايه، هتعملي ايه بقى معايا كده؟ ارفع لي احنا كده بره الهوا. بصي ارفع لي طلق. عجبتك دي؟ احنا كده بره الهوا. هتناوي تتصرفي معاها ازاي؟ ثواني يا روز بس بعد اذنك. هتطلق منه؟ هتطلقي منه؟ طبعا. امتى بقى ناوي تطلقي منه؟ امتى؟ هروح اعمل توكيل المحامي وهرفع عليه طلب. طب ما يعني انت ما حتى مش عايزه تهدديه مثلا دلوقتي او حاجه او كده؟ نقعد مع بعض قعدة بنات كده نتكلم نفهم هنعمل ايه. خلاص انا هرفع هعمل توكيل. خلاص يعني مالكيش. طيب انا بحب اتدخل في شؤون الاخرين شويه بس انا بحب عندي فضول. لا الفضول ده خليه لنفسك يا بنتي. انت مش عارفه مش قادره تتشطري على الحمار بتتشطري على البرده زي ما بيقولوا. بقول لك ايه، انت عارفه حاجه؟ قولي لها يا هبه. انت في مقلب. شفتي بقى؟ هنزلوا. انت هتعيطي دلوقتي؟ احنا كنا مستنيين العياط ده من بدري. حبيبتي خدوها من وزنهم يا جماعه. في حاجه معينه؟
انا مصدومه يا لهوي. لا في حاجه معينه انت بعد كل اللي انا عملته فيك ده جاي تعدي دلوقتي انا الفجر كنت بطي يا بنت. شوفي شوفي بقى قولي لها حاجه بسبوسه. انا اسفه يا انت انت هاتي انا مش عارف لحد ما يلا يلا بقى قولي لها انك موافقه نعرض البرنامج وبطلي عياط مش دلوقتي. مش موافقه عشان انت متاخره في الزن انت اصلا مخليني اعيط. يا يوسف الزيني انا عايزه اقوم اجيبك من شعرك من والله العظيم انت زي القمر كان نفسي تجيبيني من شعري من الصبح. انا عايزه كده عايزه كده ضروري في الموضوع. بس حرام يعني حرام الشكل الحلو ده اجيبه من شعري يعني والله العظيم انت طيبه قوي. يعني هي استفزتك ووعدتي ان جوزك هي مستفزه طبعا بس هياخد علقه اصلا لما يروح هياخد علقه. تمام انت مستنيه خلاص بقى سامحيني انا مش هتحكي بجد مش هتجوز عليا يعني لو كنت جبتي لي شعري كان هيبقى صح يعني. دي واحده زميلتنا دي واحده زميلتنا ولا اي حاجه ولا في اي حاجه. هي فين يا جماعه ربنا يخليكم لبعض.